شنو هما المكملات اللي كيستعمل فؤاد فليكس خصيصا؟ هذا هو الكومونتير اللي تحط ليا في القناه ديالي بعد ما حطيت الفيديو الاخر ديال استعمال المكملات الاساسيه. الوغ اليوم واحد فلوغ صغير ان شاء الله سال لي الباك ديالي، غنمشي نتقضى المكملات ديالي، غادي نديكم معايا تشوفوا شنو كناخذ ومنين كناخذ وشحال من حاجه كناخذ، باش ان شاء الله نبارطاجي معكم كل شيء، وغنبارطاجي معكم اليوم حتى التمرين ديالي ان شاء الله، وما فيها باس اللي شاركنا كل كبيره وصغيره مع بعضياتنا. بعد ما كملت الفطور ديالي خرجت جيت للكوفي غناخذ واحد قهوة كحلة، اتصلت بالدري غيجاوبني دابا باش ان شاء الله نمشيو كاملين. يلا صيفطوا ميساج ورد عليا بعد ما شربنا قهوة ديالنا، غنتوكلوا على الله باش كيما كنقولوا نحاولوا نوصلوا في الوقت اللازم باش نشدوا السيد باش نحاولوا ناخذوا المسائل ديالنا كاملين، فكنحاول نديكم كل صغيره وكبيره باش تبقوا معايا في الصوره. يلا نمشيو. المهم احنا وصلنا الدراري، ادم قهوة كيسايلنا، غادي ندخلوا ان شاء الله نشوفوا المسائل ديالنا ناخذوا الباك ديالنا. يلا معايا. المهم الدراري جينا لعند ادم كناخذ من عنده الباك ديالي ديما ملي كنجي للمغرب، حاليا دخلت لقيت شوف مزروب باغي يخرج، فحاولت نجمع حيت راك عارف بزاف ديال الدواء غتبقى تجبد تبقى تقلب غادي تعطل، حاولت نجمع الباك ديالي اسرع وقت باش بارطاجيه معكم. اول حاجه كناخذ سيفور الاسود على اساس انه هو اللي كيخدم معايا مزيان على حسب نسبة الكافيين اللي طالعة فيه باش نقدر نحس به، الصفر ما كيدير معايا والو، هادشي علاش كننصح الدراري بالبري ورك اوت بالنسبة للناس اللي خدامين، كيتجي عيان من الخدمة، بري ورك اوت باش تعرف تريني، هذه وحدة، إلا ترينيتي مزيان غادي تاكل مزيان غادي تنعس مزيان، هذه الأولى. كرياتين ديالي اللي كنهضر معكم ديما مونوهيدراج، كنبارطاجيها معكم مونوهيدراج، هذه الثانية كرياتين ديالي، ثالث حاجة الأو أ اللي كنخدم بها، ولكن كما كنقول لكم ديما اللي ماشي في المتناول ديالو يبقى على البي سي اي ماشي مشكل، ولكن من الاحسن لان البي سي اي ثلاثه الاحماض الامينيه اللي هي اللوسين الفاليل الايزولوسين، هنا عندك تسعود الاحماض الامينيه يعني كاين اختلاف كبير، وديك الاحماض الامينيه او سلسله الاحماض الامينيه هي اللي كتحتاجها في الضخامه اللي كتقلب عليها، كنختصروا حيت الوقت ما غيكفينيش. وهنا اوميغا 3 بزاف ديال الدراري كيستغناو عليها، انا كنقول لكم ضروري تكون، ضروري تكون هي والملتي فيتامين، ضروري تكون حتى الزنك. دابا جينا لاهم حاجه الملتي فيتامين، والناس اللي كيقول لي غناخذ فيتامين سي ما ننصحكش، ايه فيتامين سي زوين ولكن لا تاخذ فيتامين واحد الجسم ديالك راه محتاج كميه كبيره ديال الفيتامينات ماشي فيتامين سي، ملي كتاخذ الملتي فيتامين وتعطي ثلاثه الجرعة على الجسم ديالك على مدار اليوم فانت راه كتاخذ دوزاج من بزاف ديال الملتي فيتامين اللي غيرجع لك من نفع من ضمنهم فيتامين سي. الوغ حنا هضرنا دابا على هادشي كامل، ودابا وصلنا لاهم حاجه اللي ضروري تكون عندك وهي الحاجه اللي كتكمل لك التغذيه ديالك، لان عاده كنعرفوا حنا البروتين غالي باش توفر كل يوم الحوت الدجاج اللحم البيض والى اخره فارا مصروف، فلا كان عندك الواي بروتين وكما كنقولوا الايزو او الهيدرو على الاقل كيما كنقولوا ما كيخليكش تحمل ديك المسؤوليه ديال كل نهار خص الروبات ديال الواي الروبات ديال البروتين عفوا يكونوا، فالكارب رخيص الدراري، الروز رخيص، مكرونه سباغيتي الى اخره، هذا انتم عارفين علاش كنقول لكم هذا القضيه قاصحه في اللحوم والدجاج والى اخره. فدابا هذا الباك ديالنا حنا غنجمعوه غادي نتوكل على الله غنشوف حنا، المهم حنا نضينا الباك ديالنا غادي نتوكل على الله نمشيو يلاه نشوفكم في اللي باقي الدراري. دابا من بعد ما خدينا الباك ديالنا ودوزنا كلشي غادي ناخذ بري ورك اوت ديالي وغادي نمشي لاصال ان شاء الله باذن الله. كما كتشوفوا الدراري البري ورك اوت ديالي قرب يخوا، داكشي علاش خديت بري ورك اوت، كنت كنخدم بالكروز الجحيم فوالا انا راه كندوزي في البري ورك اوت، ندير السكوب ديالي شي حاجه قليله معاه لان اليوم كانت عندي تمره اللي جات كيرفقط الدراري بري ورك اوت ما كيتمخرش كيتحرك بهذه الطريقه هذه، شحال من واحد كيديروا في الشيكر وكيبدا يمخط فيه بري ورك اوت ما كيتمخرش كيتحرك، هذه واحد المعلومه صغيره اللي بزاف ديال الناس غيكونوا ما عارفينهاش فوالا بحال هكا هذه الطريقه باش كيتشرب بري ورك اوت. المهم باش ما كثرش عليكم اليوم عندي حصه ديال الباي والتراي، بزاف ديال الناس كيشكيو من هذا الموضوع ديال البايسبس والترايسبس كيقول لك باللي دراعي ما كيكبرش صدري كشافي ظهري كيترقعوا
مي كنبقى نعاني فيما نلبس شي تيشيرت الدراع ديالي في تيشيرت صغير. الوغ حنا كنعرفوا ان كل ما كانت ضخامه الدراع والكتف كبيره كيبان الانسان راه كيتريني البادي بيلدينغ، حيت هما الحوايج اللي كيكونوا معرين على طول الوقت. الشخص كيكون مغطي، الا بغيتي البيسيبس والتريسيبس يولوا عندك بواحد الشكل زوين، غادي نوريك الخدمه اللي كنتريني، ما غاديش نغير منها حتى شي حاجه. غنمشي لواحد الكلوب هنا غادي ندير فيه حصه ديال اليوم، غنشاركها معاك، غنبارطاجي معاك كل صغيره وكبيره كنديرها، وغتشوف التمرين ديال فوق فليكس ديال الدراعين كيفاش داير، ربما نفيدك بشي حاجه. كنبارطاجي معاك اي حاجه من القلب الصاف. هذا هو البلان، غنشرب بري ورك اوت ان شاء الله، غنديماريو غنتحركوا في قلب الصاله، غنفتح كاميرا وغنبدا معاك المفيد. يلا نشوفكم مره. كما كتشوفوا هذا هو ماستر سبور كلوب زواون في ولاد وجيه المغرب العربي، جا حدا واحد الزرده، موقع زواون، حتى المعامله ديال الموالي صراحه الله عمره دار، يعني كلوب زواون يعني الا باغى بنادم يترين. حنا في ريسبشن دابا غادي نهبطوا لتحت. بالنسبه للناس اللي باغا شي حاجه ديال المكملات، هاد السيد هذا راه كيتعاون مع الناس، راه غيجيب شي حاجه زوينه ان شاء الله باذن الله. وداك الشيء كما كنقولوا اللي كيبغيو الناس يعني تريني تلقى كل شيء حداك. حاليا حنا غادي ندخلوا للكلوب ان شاء الله. دخلت الكلوب هي هادي، بسم الله. كاين شي حاجه لداخل هنا عنده في الكلوب، يعني اللي بغى يدير فنون الحرب القتاليه، جيودو، عنده واحد الحلبه هنا ديال الكيك بوكسين اللي بغى يدير شي حاجه ديال الكيك بوكسين، حتى الكروس فيت كاين، يعني شي حاجه مساحه زوينه ونقيه والهدوء يعني الكالم، ماشي شي حاجه ديال. وهنا ان شاء الله البادي بيلدينغ، نحطو تحت لاكاو كما كتشوفوا الكلوب هذا ما شاء الله كبير، ما شاء الله نقي، مساحه كبيره. اول جيم كيهضر على نفسه بلا ما نقول لك، بلاصه الكارديو ما شاء الله، يعني الناس اللي كيقلبوا على الكارديو ماشي بطلة ديال الكارديو كاين، كلشي كاين ما شاء الله. هادشي اللي كاين دابا غادي نبداو التمرين ديالنا. دابا عندي باي وطراي، بعد ما سخنت شويه ديال 10 دقائق ديال المشي لي زونتر خفاف، دابا غادي نبدا بواحد ماشين بايسبس على برا، انتما تشوفوا معايا باش ما نطولوش عليكم في الفيديو بزاف. هاد الماشين هادي غتشوفوا لي كي كنلعبها بايسبس على برا، يعني يدي مفتوحه بايسبس على برا. غادي نحاول نلعب اربعه السيريات 14 12 10 8، مي ما غاديش نلعبهم بربعه بهم في الفيديو، لان جينا كل سيري كل تمرين نلعبوا فيه اربعه السيريات الفيديو غادي فيه نص ساعه. الوغ حنا العبره التمرين الاول، يد واسعه، هنا غناخذ 14 التكرار بهذه الطريقه هذه، كتحاول تنزل يدك بشويه ونطلعوا بشويه، ما كاينش هذيك ديالها ما كايناش هاك. هذا التمرين اليد كما كتشوفوا، يدي مفتوحه على برا ماشي ضيقه، بزاف ديال الدراري كنشوف كيلعبوا في هذا الجهاز كياخذ يدو ضيقه ضيقه اللح واسع بهذا الشكل، هذا كطلع حتى الكتفين الاماميين ديالك بهذا الشكل فوالا. هذا التمرين الاول، يد مفتوحه او قبضه مفتوحه للبايسبس من الداخل باش تحرك البايسبس من واحد النص اللي هو النص الداخلي. من غنكملوا هنا ان شاء الله غادي نخليكم تشوفوا معايا القبضه الضيقه، ولكن خاصكم تعرفوا واحد القضيه، انا راه كنلعب بيسبس تريسبس سوبر سيت ما كنرتاحش. دابا غنمشي ناخذ الحبل تريسب، حاليا دابا بعد ما لعبش البيسبس ديالي غادي نجي نلعب معاه البيسبس واسع، نلعب معاه تريسبس حبل، يعني الواسع كنخالفوا بالضيق. القبضه عمرك ما تجي هنا وتبقى تجر هنا، كتجي تحت الحبل كتهبط كتطلع النص بس هنا ما كتطلعش لهنا، هنا كتفتح لتحت بهذا الشكل، وديما داك السكويز لتحت داك السكويز بهذا الشكل. حتى هنا كما قلت لكم غنلعبوا 14 12 10 8، الاوزان مختلفه الوزن غادي كيزيد فوالا. دابا غادي ندوزو اللي من مورا، ركزوا معايا الدراري، بعد ما لعبنا بايسبس واسع لداخل لعبنا ترايسبس الحبل ثلاثة الرؤوس، حاليا دابا غنلعبوا بايسبس ضيق برا، بار دبليو بايسبس ضيق على برا. نبداو بسم الله الرحمن الرحيم. تمرين وبار دبليو او زيكزاك ضيق البايسبس من الراس الخارجي اللي على برا. هذا تمرين خاص بالبايسبس اللي على برا، اوكي؟ شنو غنلعبوا معاه؟ غنلعبوا معاه ترايسبس واسع،
يعني مسطره انا غنمشي نلعب دابا حاليا ترايسبس بالمسطره الواسعه كما قلنا في الاول في الحبل ما نجيوش هنا هنا يدك تهبط هاك يدك حد هنا ما طلعش يدك كثر من القياس كنتمنى من الله غير الفائده الدراري تعم الجميع وكل واحد يبدا يعرف التاكتيك كيفاش يلعب وكيفاش يحرك يديه ونشاركوا معكم كل كبيره وصغيره ان شاء الله على المعرفه بس المهم الدراري بعد ما خدمنا كما قلت لكم في الاول البايسبس ترايسبس حبل ولعبنا البايسبس دبار دبليو ضيق ولعبنا معاها مسطره ترايسبس حاليا غنلعب بار واسع شويه ضروري منه هذا ما كنحيدوش مؤكد وغنلعب معاه بار دبليو ترايسبس وانا نايم على الكرسي نبداو الدراري البار اللي كنلعبو واسع بحال هكا خصكم تعرفوا واحد القضيه انني كنلعبو ماشي بهذا الشكل كنلعبو بهذا الشكل بهذا الشكل كيبان لكم بهذا الشكل يعني كنطلعو لعندي حتى هو اربعه ديال السيريات وكل سيري كنلعب فيه كل سيري 14 12 10 8 وحتى البار دبليو على الراس نايم ترايسبس حتى هو 14 12 10 8 كاين الناس اللي كتوصل 16 20 كاين واحد الحاجه كتقول ان التمرين اللي عنده علاقه بالناس اللي كيتمرنوا ديك القضيه ديال الفشل العضلي راه مزيانه ولكن الا كنتي غتعرفش شنو كدير وكتدرك شنو كدير الفشل العضلي من غتوصل وتحس به تحبس ما تدخلش من الفشل العضلي للديكراتاج مسكولير انا مثلا ما باغيش هذاك الفشل العضلي بغيت نلعب اوزان تركيز ونحبس الو غنلعب عادي بغيتي تلعب فشل عضلي ممكن توصل 16 20 الفوق ولكن كاين فيه الريسك انا كنلعب 14 12 10 كنرفع الاوزان كنتريني بالطريقه العاديه سالي التمرين ندوز معكم البار دبليو ان شاء الله ترايسبس يلا المهم الدراري دابا حاليا بار دبليو على الراس نايم يعني بار دبليو غتلعب به خلف بزاف ديال الناس كيشدوا البار واسع لا ضيق وماشي ضيق انك تجمع هادو الكوع دير لهم هاد خلي الكوع ديالك عادي ما تحكمش في الكوع ديالك خلي الكوع على طبيعته النزله ما تكونش هنا هنا لا النزله كتكون مور راسك شويه هنا 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 باش كتخلي كتفك ياخذ واحد سميتو فوالا هنا هاك بهذه الطريقه حاجه اخرى ما نديرش وزن خفيف ونبقى وزن ثقيل شويه ونهبط بالراحه ونطلع باش ما نفرعش الكوع ديالي ونتكونسونطرا على الترايسبس والوزن نطلع به نطلع به بالترايسبس ماشي بكتافي ما نبقاش نرمي البار راه بكتافي الكوع اللي يطلع والضغط يكون على الترايسبس واحد شويه سكويز ديال ثانيه جوج ثواني باش نقدر سكويزي الترايسبس ترايسبس عفوا المهم الدراري بعد ما سالينا البار دبليو على الراس اللي هي ترايسبس وبار واسع حاليا دابا عندي حبل مزدوج كنخرج برا بحال الديكور ديال الكرسي ارلوند بحال هكاك اللي يدك كتجي اللور بهذا الشكل ولكن بالحبل كنخرج شويه من كنشد الحبل كنخرج شويه كنخلي يدي اللور ما كنجيبش يدي هنا لا كنخلي يدي اللور غير الكوع كنتني الكوع الا لاحظتي غير الكوع اللي كيتشد فوالا الوغ ناخذ الجلسه الاولى نفس التكرار 14 12 10 8 ولكن بعد ما كنكمل 14 كنرجع اللور كنجيب 10 بواحد الطريقه خليكم معايا كنرجع اللور هكا كنجيب 10 ماشي هنا هنا هامر هاك راه قاصحه شويه جربوها ولكن استحملوا اوكي ستوب هذه غادي نلعبوا معاها ان شاء الله استغفر الله العظيم ترايسبس فردي حبل كنشد الحبل كنزل كندف هكا او كنهبط الحبل كنشدو اللور هكا او ممكن ناخذ دامبلز كنشد خدم الدامبلز هكا فردي كل حاجه بوحدها المهم غنكمل هذه من غنوصل نخدم الحبل فردي غنقولها لكم دابا الدراري اخر تمرين ديال الترايسبس ركزوا معايا في هذا مزيان هذه تهبط من الفوق حتى لهنايا تتولي اون فاس مع الوجه ديالك علاش لان انا غنلعبوا بواحد الطريقه ديال 10 10 10 على ثلاث مرات غنلعب ترايسبس 10 ديال الضربات هاك هذه ما تنزلش تبقى هنا يدك نيشان باش تعصر ترايسبس 10 ها ما بغيتش يدك تهبط هنا 10 هنا من تكمل 10 هنا كترد يدك هنايا حدا الاذن ديالك شو ونجيب 10 هنا الكوع هذا ما يجيش هنا يبقى هنا 10 ها يدك تسرح
من نخلص ندور 10 هنا هنا يدك حد هنا ما كاينش هنا 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 10 لتحت هاك فوالا حيت انا اللي جيت نصورها وانا كنتريني طويله بزاف حاولت نختصرها لكم. المهم الدراري حصه ديال البايو طراي سالات حاولت نبارطاجي معكم كاع التمرين اللي كنتمرنوا تمرين عادي ديما كنقول لكم التمرين مزيان يكون فيه زوايا مختلفه ولكن الاكل ثم الاكل ثم الاكل وتحافظ على السعرات الحراريه ديالك كما كنقولوا من المكملات اللي كتستعمل. فاليوم بارطاجيت في هذا الفيديو معكم غير المكملات اللي او الباك اللي انا كناخذ راه باك عادي بزاف ديال الدراري كيسحب لهم راه الدراري اللي متقدمين في اللعبه او الدراري اللي كيلعبوا راه كاين راس الخيط شي حاجه كيخبيو ماشي هي هذيك كاين حتى شي حاجه اللي راس الخيط هو واحد الحاجه اللي سميتها الهرمون ما نهضروش عليها نهضروا على المكملات اللي كنكملوا بهم السعرات الحراريه ديالنا والتمرين ديالنا والماكله ديالنا. هذا هو البلان الدراري اللي ما غايديرش شي كومونتير زوين هاي يلا الدراري اعانكم الله حز الدعاء بشويه وصافي.